ما هيك؟ نحن رح نعيش مثل ما أنت بتحبي. إذا بدك نمثل بزواجنا فأنا موافق، بس رح تضلي كنة هالعيلة ما هيك؟ وما رح تتركي هذا البيت. شوريا،
ابنك اليوم ترك البيت تبعه وتخلى عنا مشان شو؟ مشان حبيبته. وفوق هالشي سجل كل شي بيملكه باسم مهك بدون ضمانة، مع انه روابطهم مانا منيحة. دائما كنت اسأل حالي انتو وشوريا ليش بتختلفوا، بس اليوم انا مبسوطة انه ما بيشبهك. شوريا ابدا ما تخلى عن عيلته من شان شغله واهتماماته. بكل حال بعمرك ما رح تقدر تتفهم وجعي. حرارتك مرتفعة. لا ماما، بس شوية برد وسعلة بيروحوا بسرعة. وأكيد ما أخذت أدويتك. أنا رح أجي لعندك. ماما رجاء نامي وارتاحي، لا تعذبي حالك فيني. أنا أخذت أدويتي، رح صير منيح بكرة. ماما اسمعيني، لا تخلي العالم يعرفوا أني هون، وإلا رح يتضايقوا من مهك ويلوموها. أنت مو همك غير إذا مهك تضايقت ومو مهتم من شان صحتك. أنا ما رح أسمع منك شو قلت. أنا هلأ جاي لعندك. لا ماما، بدي تعطيني وعد منك إنك ما رح تجي. انتي ليش اجيتي؟